نرجع تاني مع بعض وشفنا يعني احصائيه على كابتن طارق العاشري وفريق طلائع الجيش، ما شاء الله 14 مباراه بدون هزيمه في بطوله الدوري، او 16 مباراه كمان بدون هزيمه في بطوله الدوري المصري، وماشيين بشكل كويس جدا، وكانوا قريبين من الفوز على بيراميدز، ولكن قدر بيراميدز يتعادل في مباراه امبارح 2-2 بعد مباراه كانت صعبه جدا. خلينا نرحب بنجمنا برنس الكره المصريه كابتن اشرف قاسم، ووحشنا كابتن اشرف، وكل سنه وحضرتك طيب. انت طيب يا كابتن كريم، ربنا اخبار حضرتك ايه؟ كله تمام الحمد لله. قاعد بقى في العيد بتتفرج على ماتشات الدوري والتحليل والحاجات دي؟ امبارح والنهارده. اخبار حضرتك تمام؟ الحمد لله كله تمام. قضيت العيد بشكل كويس الحمد لله. قاعد في البلكونه زي ما انت شايف بقى شكلي. طيب يعني شفت ايه خلال، قبل ما نتكلم على مباراه مباراه، شفت ايه خلال الاسبوع ال 24 من بطوله الدوري؟ يمكن الحاجه الملحوظه يعني تغير في اداء وشكل الفريقين المنافسين اللي هم الاكثر منافسه، الزمالك والاهلي، تحسن في الاداء بشكل كان ملحوظ، وخصوصا فرقه النادي الاهلي عن الاسبوع اللي فات. السعي ورا الفوز ده شعار نادي الزمالك، بعيدا عن حتى كمان لو في الاداء يمكن اقل شويه، ولكن السعي ورا الحصول على 3 نقاط ده كان مهم جدا. ولو انت تتذكر لما كنا موجودين مع بعض في الاستوديو لاخر استوديو قبل العيد، انا قلت لك ان النادي الاهلي لعيبته فاقده الثقه شويه، ولو رجعت لها ثقه ثانيه الاداء هيتحسن، وده اللي حصل. يعني امبارح النادي الاهلي ادى بشكل كويس جدا في المباراه من بدايه اللقاء، يعني باين انه نازل عايز يكسب المباراه. حتى كمان ده يمكن كان ملحوظ في اداء فيوتشر، ان النادي الاهلي كان اعلى منهم بمراحل، يعني عن اداء فيوتشر في المباراه اللي قبلها، مباراه نهائي الكاس الرابطه. برضو على الجانب الثاني نادي الزمالك ادى بشكل كويس جدا، خصوصا الشوط الثاني. يعني حتى الشوط الاول نادي المقاولين لما ادى، وهنتكلم يعني على اللقاء، نادي المقاولين ادى الشوط الاول بشكل كويس على الاقل 30 35 دقيقه، واضع فرص كانت صعبه جدا ان هي ممكن ان هي تضيع، ولكن نادي الزمالك تدارك الموقف في الشوط الثاني، وقدر ان هو يلعب بشكل كويس جدا على مدار ال 45 دقيقه في الشوط الثاني، وقدر ان هو يكسب اللقاء. يعني طيب خلينا نخش بقى في ماتش وحضرتك تقول لنا رؤيتك في كل مباراه، والنقاط الايجابيه والسلبيه في كل فريق في لقاءات الدوري. نبدا بالزمالك والمقاولين، الزمالك المتصدر، ومباراه مش سهله امام المقاولين العرب امبارح. هي ما كانتش سهله طبعا، لان الـ الاهداف يعني مختلفه شويه، والدوافع نادي الزمالك طبعا عايز يبقى في نوع من الاستقرار في مقدمه الجدول والمنافسه على الدوري والحفاظ على حصول على الدوري الموسم الثاني على التوالي. فطبعا السعي ده ليه دوافع تبقى اقوى بكتير جدا من نادي المقاولون العرب. المقاولين يعني انا مش عاوز اقول ان عواد احسن واحد علشان هو صد ضرب جزاء بس، لكن هو عواد بيتعامل مع المباريات اللي بيلعبها بشكل كويس جدا، فاعتقد ان هو يمكن افضلهم. امبارح بعد فوز الاهلي على فيوتشر 4-0 قال لك يا عم ده فيوتشر الماتش ده متساب لا مفيش الكلام ده، لا 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 لا، الاهلي امبارح كان هايل طبعا، وفيوتشر كانش كويس امبارح بالظبط. يعني يمكن اوحش هي لازم تتقال كده، الاهلي كان كويس وفيوتشر ما كانش كويس، لا عشان ما فيش حاجه اسمها، يعني انت لو هو ما فيش فرق حاجه اسمها فرق. طيب نكمل مع كابتن اشرف. الاسماعيلي النهارده فوز وثلاث نقط يعني من ذهب للنادي الاسماعيلي. الاسماعيلي كان محتاج، هو محتاج طبعا يفوز في مباراتين كمان ثلاثه عشان الامور تبقى مرتاحه بالنسبه له، لكن يعني طبعا بنبارك لهم، لكن اداء الفرقه برده مش بالشكل اللي الواحد عارف بيه اداء وشكل الاسماعيلي. يبتدي يقرب على نهايه المباراه مع الوقت الاضافي لازم يبقى تركيز اكتر من كده. التعادل ده بعد بيراميدز شويه عن المنافسه مع الزمالك، يعني بقى الفرق 4 نقط بين الزمالك وبيراميدز لصالح الزمالك. هيفرق كتير جدا المباريات، وخصوصا انت هتلعب بيراميدز مع الاهلي، مع الاهلي الماتش اللي جاي، فالمباراه هتبقى صعبه جدا جدا بين الفرقتين. الاهلي عايز يكسب طبعا عشان يخش في المنافسه اكتر، وفي نفس الوقت بيراميدز عايز يرجع برضو النقاط اللي هو بيفقدها دي. طيب خلينا نروح لماتش النهارده، امبي والجونه 2-0 الامبي، وبعدين 2-2 نفس الوضع، نفس ماتش بيراميدز والجيش، هو بالظبط، بس تعادل. والمباراه الثانيه الاتحاد وسيراميكا في ملعب سيراميكا في المقاولين العرب، الماتش ده صعب جدا جدا، بس انا شايف ان ممكن الاتحاد يبقى الاتحاد يكسب. طيب
عايز افرجك بس على لقطات من مباراه مصر والمغرب النهارده في كره اليد. كسبنا الحمد لله منتخب مصر 36-21 بفارق عدد كبير من الاهداف في دقيقه. تعليقك على تعيين او تعاقد مع روي فيتوريا المدرب البرتغالي لتدريب منتخب مصر؟ طبعا هو من المدربين المميزين جدا. انا هتكلم على اخر بس محطه اللي هو ما كان مع النصر قبلها بعديها في سبارتاك موسكو بس ما عادش كتير يعني. ما عادش كتير لكن انا شايف ان هو ده حاجه كويسه ان شاء الله. احنا هنساند منتخبات قبل كده احنا هنساند ما احنا مش عايزين نقول اللي قبل كده ايه والوضع ايه بالظبط لكن هو كالسي في بتاعه كويس جدا. نتمنى بنفيكا والنصر السعودي وخد بطولات هنا وهنا نتمنى بس ان احنا نوفر له الوضع الصح عشان هو يقدر ان يعمل حاجه كويسه للكره المصريه ان شاء الله يا رب ان شاء الله. وبرده في مفاوضات مع باتريس بومل الفرنسي لتدريب المنتخب الاولمبي كويس. مش برده كل ده احنا هنبقى في ظهر اي حد يبقى موجود لكن نبقى عارفين ايه التطوير اللي هو بيبقى في دماغه ايه اللي عايز يعمله بالظبط. الامور لما تبقى متوضحه للناس الامور هتبقى اوضح واهدى في اتخاذ قرار في تقييم المدرب في الوضع بتاعه يعني يتحط كده بلان ايه اللي هيحصل طول السنه اللي جايه او السنتين اللي جايين. هو انا عرفنا ان هو هيقعد 4 سنين قعد 4 سنين 4 سنين ده فيتوريا اللي هو مدرب المنتخب الاول او اعتقد لو المنتخب الاولمبي هيبقى نفس الوضع. لا المنتخب الاولمبي بيبقى دايما للاولمبياد طب ما هو الاولمبياد امتى؟ 2024 طيب يعني في باريس كمان سنتين يعني بالزبط. من سنتين لثلاثه او اربعه يعني دي بس السنه الجايه تصفيات الاولمبياد تصفيات الافريقيه المؤهله للاولمبياد في نص الشهر في نص السنه متهيألي يعني في نص 23 بالظبط. ربنا يشكرك يا كابتن اشرف الله يخليك خدتك من المصيف يا فندم. لا لا مفيش مصيف في البيت في البلكونه. اشكرك يا كابتن اشرف ويصح عليك طيب وانت طيب يا حبيبي والتوفيق دايما دايما بنستمتع بحضرتك. ربنا يخليك الله يخليك يا كابتن اشرف اسف بشكره شكرا جزيلا بشكر كل طاقم العمل ونتقابل بقى يوم السبت ان شاء الله يكون في ماتشات قويه جدا بقى الاهلي مع بيراميدز الزمالك وغزل المحله ان شاء الله يوم السبت القادم بقى بعد المباريات نتقابل برده مع كابتن اشرف وكابتن محمد يوسف بإذن الله ونستمتع بلقاءات الدوري المصري في برنامجنا كورة كل يوم. تصبحوا على خير.